السلام عليكم. اليوم أبشركم في قضية أحمد الزويكي المراهق اليمني المحكوم بالإعدام لأنه دافع عن شرفه بفضل رب العالمين. تدخل أحد كبار الشيوخ في اليمن في صنعاء وتم التفاوض مع أسرة القتيل ودفع الدية وتم التنازل عن أحمد الزويكي عشان يغلقون القضية بالكامل ويفرج عن هذا البطل اللي دافع عن أخته المعاقة. وأنا سبق أني ذكرت هالقصة في الفيديو السابق. فالفيديوهات اللي صارت تنتشر من فترة صار لها كم يوم اللي يهنئون ويباركون للإفراج عنه، هذا مو صحيح، وهذا الفيديو أصلا ما يتعلق في قضية أحمد الزويكي ولا الشخص هذا أو الشاب اللي حاطيله بالفيديوهات إنه طلع من السجن. هذا أصلا ما هو أحمد. أحمد إلى الآن داخل السجن لكن قضيته بإذن الله شبه محلولة، والأيام القادمة سيتم الإفراج عنه وتقر عين أسرته بوجوده معهم. لكن اليوم جايب لكم قضية والله أنا استمتعت وأنا أسمع تفاصيلها. مرات في بعض القضايا صراحة تخلي الإيمانيات والحالة الإنسانية عندك ترتفع صراحة وتنبسط من عدالة رب العالمين. بهالقضية اللي حصلت في دبي عام 2015، اسمع التفاصيل. يوم الأيام ويجي بلاغ إلى غرفة العمليات في دبي عن وجود جثة سقطت من الدور 53 لأحد الأبراج الشاهقة في وسط دبي، ومبين أن هذا الشخص أجنبي. ما يدرون شنو التفاصيل. طاروا رجال الأمن، والله الرجل تعرفون يعني العلو الشاهق اللي سقط منه وعلى الأرض، يعني الجثة كانت مهشمة متفجرة من قوة الارتطام في الأرض. ارفعوا الجثة وحددوا الشق اللي سقط منها. لما دخلوا لقوا امرأة أسبانية وكانت في حالة غير طبيعية، مبين انها سكرانة وتبكي ومنهارة، واعترفت على طول بأنها كانت تتشاجر مع زوجها وقامت برميه من البلكونة. ألقوا القبض عليها وحالوها للتحقيق. في النيابة اعترفت وكانت منهارة ميتة، هذا زوجها وتحبه ومتزوجين عن قصة حب وحالتها حالة تقول أنا ما أدري شلون قدرت أني أتصرف هالتصرف المجنون وأني أرميه من البلكونة ولحظة غضب، وكنا أصلا ما كنا في كامل الوعي وكنا سكارة ومن هالكلام. تقول الله يخليكم أنا ما بيعيش، خلاص أنا من بعد زوجي ما أستحق الحياة، أبيكم تعدموني، أبيكم تحطون علي أغلظ العقوبات. قالوا له أوكي، وين المحامي الحين؟ بعد ما حلوها للمحكمة رفضت أن توكل محامي. تقول لا أنا ما بي، شنو أشد عقوبة عندكم عاقبوني فيها. وتعرفون الإجراءات علشان تكون قانونية سليمة لازم يكون في محامي، خصوصا في القضايا الجنائية الكبيرة يعني. فالمحكمة حطوا لها محامي، والمحامي صار يحاول في هذه المرأة الإسبانية علشان يفهم الدوافع، يفهم. تقول له أنا خلاص يعني ما أبي أحد يطلب لي الرحمة، أنا بموت، اعدموني الله يخليكم، خلصوني من هالدنيا. لكن تعرفون أن
موضوع السكر هذا هم يعني خفف من العقوبة اللي عليها. ربما تكون هي ما كانت بكامل الوعي، يمكن هذا اللي دفعها لأن يعني ترمي زوجها من البلكونة، فتم تخفيف الحكم من الإعدام إلى السجن 20 سنة. المهم راحت قضيتها، والقضايا تتوالى كثير على غرفة العمليات، من سرقة، من مشاجرة، من خطف، من يعني ما هذا شيء طبيعي في كل دولة في العالم. فالقضايا ما هي واحدة ثنتين، لا يعني. لكن شنو الغريب في الموضوع؟ في عسكري إماراتي، شاب محترم جدا ومجتهد في عمله وملتزم، هذا يعمل في دوريات الأمنية تبع دبي. كل زام لما يروح يداوم يعني يمسك الضابط يقول له الله يخليك بسألك سؤال، يقول له تفضل، يقول له تذكر قصة الأجنبي اللي سقط من الدور 53 في البرج الفلاني في وسط دبي في اليوم الفلاني؟ قال له إيه، ترى هذا تبين إنه إسباني. قال له زين أنا بسأل شو اللي صار عليه؟ قال له ليش يعني؟ قال له بس بسأل يعني شنو صار بقضيته؟ قال له أنت شكو يعني ليش تتدخل؟ وليش شاغل نفسك في قضية ماسكينها زملائك وقضية حالة حال القضايا الأخرى وانت مالك علاقة فيها؟ قال والله أنا أدري وما لي علاقة فيها أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، وأنا عارف أن حتى الزام أو الشفت اللي ماسك القضية هو غير الشفت اللي إحنا مسكناه، يعني ما هي الدوريات اللي طلعت عليه نفس اللي هم معاي في نفس الدوام. لكن يا أخي هالقضية كل ما أجي أبي أنام أتذكرها، وصار عندي فضول ذبحني، أبي أعرف شو اللي صار، شنو ليش يعني، ليش يعني شنو سبب السقوط، يعني ليش مات هذا وشنو القصة. قال شوف أول شيء يعني أنا ما أعرف شنو تفاصيل اللي صارت، إحنا فقط يوصل لنا بلاغ والبلاغ نحوله للنيابة والتحقيقات وبعدين يروح للمحكمة، يعني تفاصيل القضية ما هي عندنا، عندنا احنا فقط البلاغ انه وصل لنا بلاغ وجود جثة وكذا كذا. انا اقدر يعني اعرف شو اللي صار لكن يحتاج اني اسأل. قال له الله يخليك بما انك الضابط اسأل لي. قال له حاضر. راح العسكري داوم والموضوع طبيعي. بعد يومين ثلاثة التقى مرة ثانية العسكري في نفس الضابط، اسأله، قال له ها بشر طال عمرك ايش اللي صار؟ قال على شنو؟ قال على القضية هذا اللي سقط من العمارة الفلانية اللي كلمتك عنه. قال له والله نسيتك وبعدين ما اهتميت في الموضوع بصراحة. قال له الله يخليك يا أخي قسما بالله صاير فيني أرق، ماني قادر أنام، أتقلب 4-5 ساعات وأنا بالفراش لحد ما يجي نوم وأنا أفكر فيه، يا أخي بعرفش فيه هذا ليش صغط من ده. قال أنت من صدقك ولا تغشمر؟ معقولة الحين كل قضية؟ قال لا 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 أبدا والله أنا يعني متعود وأنا رجل صاحب خبرة إلا هالقضية، ما أدري ليش يجي في بالي كل ما أجي بنام وافكر فيه يطري في بالي، يا اخي ذبحني الفضول الله يخليك فهمني ايش صار عليهم. قال حاضر. سأل الضابط وهذا بعد العسكري راح كم يوم، اسبوع اسبوعين ثلاث، تذكر راح حق الضابط، ما وده بعد هم يكون ثقيل طينة على الضابط. التقى فيه قال ها بشر طال عمرك على القضية اللي كلمتك عنها. قال لي ترى هذه ما هي قضية انتحار على فكرة. قال أجل شنو؟ قال هذه جريمة قتل. جد والله؟ شلون؟ قال زوجته الأسبانية
وكانت تتشاجر معه، هم اثنيناتهم اسبانيين يعني، وتشاجروا كانوا في حاله غير طبيعيه. وبلحظه غضب زوجته مسكت زوج هذا ودفعته من البلكون وسقط ومات. واعترفت هي، والقضية أصلا وصلت للمحكمة وحاكمين عليها بالسجن 20 سنة. صار العسكري يضرب على رأسه من قهر، مصدوم مذهول. الضابط يقول إيش فيك أنت؟ فيك شيء؟ تكلم أنت، شنو علاقتك في الموضوع؟ فهمني. قال أنا أقول لك، البلاغ كان في اليوم الفلاني صح؟ قال إيه نعم، في الساعة 4:25 تقريبا. قال صح. قال اسمع، جانا بلاغ. الحين هذا العسكري يسولف للضابط، يقول جاني بلاغ وأنا كنت في الدورية أفتر في وسط دبي، وهذا دوامي يعني لحد 7 صباحا، هم دوامهم ليل يعني. يقول لما جانا بلاغ أن توجه إلى أحد البنايات لوجود شكوى من الجيران ضد أحد الشقق اللي يصدر منها صوت الموسيقى بشكل صاخب ومزعج، وناس ترقص وكذا ومنزعجين. فقالوا لي توجه لي هذه الشقة شوف شو قصته. وكان معاي زميلي. قال أوكي. وبعدين قال رحت وصعدنا للدور 54، عمارة شاهد، وضربنا الباب رغم أن هدأ الإزعاج يعني. الظاهر كانت عندهم حفلة وانتهت خلصوا، وما بقى إلا صاحبة الشقة. وصاحبة الشقة اللي فتحت لنا الباب امرأة روسية. قال طيب. قال احنا دخلنا عندها، مرحبا مرحبا، وشفنا أنه ما في أحد داخل الشقة، فسألناها على الإزعاج. قالت نعم كانت في حفلة عندي وخلصت وكذا، وإحنا يعني دورنا ان ناخذ عليها التعهد ونحذرها انها ما تزعج الجيران مره ثانيه، وان كذا، وان تاخذ معها الاجراءات الطبيعيه. واثناء ما كان صديقي يكتب التقرير علشان يوقعها على محضر التعهد، يقول انا كنت انتظره لحد ما ينتهي، فصرت اتلفت في الدور نفسه اللي فيه الشقة. والدور هذا بين الشقق في بلكونة، فكان ذاك اليوم الجو جميل جدا جدا، براد خفيف وهو حلو. ويقول وإحنا كنا في الدور 54 تشوف منظر دبي، ما شاء الله أنتم عارفين دبي يعني جوهرة جوهرة من هالأنوار وهالمشاريع الجميلة، والكلام بالليل والناس نايمة يعني هدوء. يقول أنا طلعت راسي من البلكونة كذي وصرت أستنشق الهواء، ويقول يعني مستمتع لحد ما صاحبي يخلص. يقول البنايات الشاهقة اللي احنا كنا موجودين في واحدة فيهم متلاصقة جنب بعض، يعني بين البناية والبناية الأخرى العمارات بينهم بين بعض بضعة أمتار يعني. يعني بإمكانك أنك وانت في البلكونة في الدور 54 تشوف اللي في الشقة المقابلة في البناية الأخرى اللي جنبك، وهدوء وما في إزعاج، فالصوت يسري. يقولوا أنا نطلع راسي وأشم الهواء ومستمتع بالجو، يقول أسمع صوت يعني صوت مشاجرة كأن في رجل وامرأة يتشاجرون، لكن ماني عارف الصوت من وين قاعد يجي. يقول تلفت يمين يسار، لما نزلت راسي للدور اللي مستوى أقل
من الدور اللي أنا فيه، يعني أنا في دور 54 وصرت أطالع في الدور 53 و52 في البناية المقابلة، ولا أشوف رجل وامرأة يتشاجرون وين؟ في الصالة ومفتوح الشباك كبير على البلكونة. يقول لحظات يتشاجرون، دخلت المرأة داخل الشقة وقام هذا الرجل اللي معاها وتسلق السور ورمى نفسه. يقول أنا شفت هالمنظر وصرت أصرخ وأقول حق زميلي أركض وبلغ العمليات، في واحد انتحر، وقعدت أصرخ. يقول لكن أثناء نزولي للأرض بشوف الجثة ولا أسمع الجهاز إن البلاغ استلم دورية كانت قريبة موجودة أسفل، يعني أسفل البنايات، واستلمت الموقع. فقلت أنا خلاص دام إن زملائي وصلوا قبلي وهم موجودين أسفل البناية، رجعت مرة ثانية حق صاحبي وخلصنا المحضر وطلعنا. وشفنا فعلا لما طلعنا برا البناية شفنا ملتمين العالم وكذا، لكن قضية حال حال القضايا ومشيت. وصارت يعني هالسالفة من 3 أشهر. ما أدري ليش الحين كل ما أجي أبنام أتذكر المنظر هذا اللي صار، وأتذكر القضية، ويصير عندي فضول أبعرف إيش صار على الرجل اللي رمى نفسه. لكن أنا انصدمت منك الآن تقول إن جريمة قتل. قال والله هذا اللي وصل لي إن جريمة قتل. لا، والزوجة معترفة. قال شلون؟ أنا شايفهم بعيني، دخلت وهو اللي رمى نفسه، أنا شايفهم وكنت قريب جدا منهم، وكنت أعتقد أنه تم تسجيل البلاغ أنه انتحار. شلون هي تعترف؟ قال والله ما أدري، هذا وكيل النيابة تتواصل معاه وتفهم الموضوع. قال أوكي، خذ موعد من وكيل النيابة وراح له. قال طال عمرك القضية الفلانية. قال إيش فيها؟ قال أنا كنت في البناية المقابلة لهم وكنت شاهد على الواقع، أنا توني أعرف أن تم تصنيفها أنها جريمة قتل. قال إيه نعم، تم تصنيفها جريمة قتل باعتراف المرأة نفسها، وكانوا هم أساسا في حالة غير طبيعية، لكنها اعترفت ومثلت الجريمة. قال شلون؟ أقسم بالله أنا شفته بعيني، هو اللي رمى نفسه وإيه دخلت داخل الصالة. يوم راحوا للموقع اللي كان فيه العسكري وشافوا من الموقع البلكونة اللي كان واقف عنها، ولا قريب جدا، واضحة الجريمة حصلت أمامه واضحة، يعني مستحيل يكون متوهم هذا العسكري. اكتبوا تقرير كامل وارفعوه للنائب العام، وبدأ فتح ملف القضية من جديد، وراحوا للمتهمة الإسبانية يقولوا لها أنت متأكدة أن أنت اللي رميتي؟ قالت إيه نعم، وأنا كنت يعني مش بوعي. تبين بعد ذلك من كثر ما هي حزينة على زوجها وتحبه وهي متأكدة أنها كانت في مشاجرة، لكن مع السكر الخفيف اللي كان عندها وهو رمى نفسه وإحساسها بتأنيب الضمير، شعرت أن هي السبب، يعني هي اللي خلتها يرمي نفسه، أو أن شكت في نفسها أن هي اللي دفعته من البلكونة. لذلك تم أخذ وتصديق أقوالها. لكن بعد شهادة العسكري وتأكيده طلع أنها هي متوهمة أصلا، متوهمة بأنها هي اللي دفعتها، وما كانت أصلا متذكرة بعض التفاصيل، رغم أنها مثلت الجريمة لكن مثلتها باعتقادها، يعني هذا اللي حصل. مالكم بالطويلة،
ويتم تبرئة المرأة الأسبانية من جريمة مقتل زوجها، وتم تصنيف القضية على أنها انتحار فعلا. لكن تعال بقول لكم شغلة، سبحان الله، اللي دفع هذه المرأة الروسية أنها تسوي حفل صاخب وأزعجت الجيران علشان رب العالمين يجيبها العسكري ويكون شاهد على براءة المرأة الأسبانية. ترى رب العالمين ما يرضى بالظلم، أن واحد يروح ظلم لو كان حتى ما هو يعني حتى ما كان مسلم. الإنسان رب العالمين يحميه حتى من الظلم. وشوف رغم أنها هي اللي معترفة وممثلة الجريمة وتقول أنا في حادثة، وهي كانت تعتقد أصلا أنها هي اللي ارتكبت الجريمة، لأن ما هي متذكرة، كانت شوي سكرانة. لكن رب العالمين إذا بينجيك، والله ما توقف الدنيا كلها في طريق براءتك. الله يحفظكم ويستر علينا وعليكم. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.